بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق منوف بتاريخ 3/9/2022. ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في قناة أصل يعني من مصر 1 و2 و3. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايه يا عم الوحش ده؟ الوحش ده عامل كام بالصلاه على النبي؟ 32.5. 32,000 وعازل له 1,500 حلقات. السعر الايه ماشي كام النهارده؟ مفيش ايه، في نايه. في نايه كبير. في ايم. هو ايم نو. اللهم صل على النبي. سعر الايم كله في الاكشن. 60 جنيه. صل على النبي اللهم. سعر الايه. اللهم صل على النبي. شارين ب2.5 وعند ب 35 ان شاء الله دولي اهو. ما انا برضو عجل امر ارضيت برضو السوق ما حوار عربي. بكام ده يا معلم الصلاة على النبي؟ ببيع مش بكام بكام؟ في 30,000. ايوه 30,000. اللهم صل على النبي. 31,000. اللهم صل على النبي. الصلاة على النبي. بس اصحابه عايزين 200 جنيه كمان. اللهم صل على النبي. كل حاجة امام حضرتك مع حضرتك. دخلنا في سوق اللحمة. حاول لكم كل حاجة على الطبيعة من أرض السوق. سوق اللحمة يا جماعة. اللهم صل على النبي. النهارده معلم أبعتي. والله أبو أهو. اللهم صل على النبي. عامل كام ده مع المستوى؟ 24,800 والتاني ده 26,500. 100 26,100. اللهم صل على النبي. رقم تليفونك كام؟ مع بتاع بعض مع بعض بعض ماشي. يا دولي حبيبي انت عامل ايه؟ تعال انت اللي عامل ايه؟ بص حلاوه حلاوه جيب جيب انت حبيبي. تعال تعال خش كل ده عجول الطلوق على اللحم كله 30,000. هم اللي ماسكين. بكام ده يا معلم بالصلاه على النبي؟ 21,500. اللهم صل على النبي. 21,500. انا والله انا عشان بس والله انت مجيتك المية دي والله انا كنت هدفع. ماشي هو ده العيل ده ماشي يا معلم خلاص. كلام فيه بكام يا معلم؟ بص يا عطيه. طب ماشي ده مع عم علاء حكم بنقص 200 جنيه. ها؟ 800. طب والله ما انا يا عم بكام يا معلم الصلاه على النبي؟ بكام؟ 24,000. اللهم صل. اتفصل ب 24,000. بنحاول نلم كل حاجه على الطبيعه. اللهم صل على النبي. اهلا الله يبارك. ده غالي.
سلام. لا كم ده معلم بالصلاة على النبي؟ 19 ونص. خطوا 19 ألف ونص. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اشتريت 19 ألف ونص بالصلاة. بنحاول نقول لكم كل حاجة على الطبيعة من أرضية السوق منوف الدولي. اللهم صل على النبي. إيه يا حبيب قلبي الحتة دي عاملة كام يا مجدي؟ مع الحاج. والسلام عليكم ورحمة الله.